فلا تخرجوا فرارا منه. نعم أيها المؤمنون، التزموا مساكنكم والتزموا بيوتكم، وأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من التوبة لله عز وجل. فأي الفقار سبحانه وتعالى عن الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فيعجب الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. إن الأمن لا يكون إلا بالتوبة، إلا برد المظالم لمن كانت له مظلمة لأخيه، أن يرد تلك المظلمة، أن يتوب إلى الله عز وجل. أن نعلنها أيها المؤمنون عودة وتوبة إلى الله عز وجل، فلنجعل من بيوتنا صلاة للجماعة، ولنجعل من بيوتنا تلاوة لأحاد القرآن الكريم، ولنجعل من بيوتنا تلاوة للقرآن الكريم وقراءة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثارا من الاستغفار، وإكثارا من الحوقلة، وإكثارا من قول لا إله إلا الله، وإكثارا من الركعات ومن السجود لله عز وجل. كيف كان السلف رضوان الله عليهم، كيف كانوا يقيمون الليالي، كيف كانوا يبكون، كيف كانوا يعودون إلى ربهم وهم في سعة من أمرهم. أفلا نعود إلى الله عز وجل؟ أفلا نتوب إلى الله عز وجل ونحن أمام هذا الوباء؟ فعودوا أيها المؤمنون إلى الله عز وجل، توبوا وادخلوا مساكنكم، فادخلوا مساكنكم، فإن هذا الحجر الصحي أيها المؤمنون ما يوصي به الأطباء، وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنما واستجيبوا للتوصيات التي تكون بين الحين والحين من الأطباء، من ترك المصافحة، ومن ترك المعانقة، ومن الانتباه لذلك الغبار الذي ربما يخرج من الفم فإن فيه العدوى. فعلى الإنسان أن يغتسل وأن يكثر من الاغتسال من غسل يديه كما يوصي بذلك الأطباء. أيها المؤمنون، هذه تذكرة، واعلموا أن الله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فنحن نرضى بقضاء الله عز وجل، ونرضى بما يقضي به الله عز وجل، ونرضى بما يكون من الله عز وجل. واعلموا أيها المؤمنون أن الله عز وجل قد جعل لمن يصاب بهذا الوباء أو بغيره من الأوبئة، جعله في مقام الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يموت بالطاعون صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. إنه الموقف الذي يكون من المسلم حينما يصاب بالفزع وحينما يصاب بالهلع، هناك لا يرضى إلا بقضاء الله عز وجل، ويكون مستعدا أيها المؤمنون لما يقضي به الله عز وجل. فلنتب ولنعد إلى الله عز وجل، ولنكثر من الاستغفار، وليكن حالكم أيها المؤمنون في إكثار مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، من إكثار بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقول من قال بسم الله الذي لا يقول